أولا أنا بشكر حضراتكم للتفاعل مع دكتور مشالي امبارح، كان تفاعل يعني ممتاز. وأنا الحقيقة كنت خايف، وطلع خوفي مش في محله، كنت خايف حد يروح كده شمال ولا يمين، لكن الحقيقة الناس كلها أدركت هذه الشخصية. اللي حصل امبارح نتيجة رد الفعل، ما بحبش أقول أرقام بقى، مش عارف الشاف كم مرة، الحاجات دي ما بتوقفش عندها. المهم إن هو اتشاف كويس جدا، سواء كان في خلال البرنامج أو في على اليوتيوب. انما في الدول المتقدمه واللازم منه مثل هذه الحالات تدرس وتدرس، يعني لازم الناس تشوف ايه ده، ايه الراجل ده، ادي حاجه. وبعدين تدرس في ايه بقى؟ فانه العدد اللي اتشاف على اليوتيوب ما حصلت لناش خالص قبل كده، اظن يعني في الفترة ديت حصل لنا، لكن على فترات، يعني مثلا الحتة أو التقرير يتعرض مثلا فيتشاف على مدى 20 يوم أسبوعين بتاع، يتشاف مليون ومليون ونص واتنين مليون مرة، حصل لنا الحمد لله. مش أنا، ده الناس، أنا لا أقدم أي شيء. وطبعا حلقات الدكتور حسام بتتشاف برضو بأرقام كبيرة جدا، برضو معدية ملايين في كل حلقة بتتشاف. لكن في المدة الزمنية دي، في من امبارح لغاية النهاردة، حسب ما الأرقام بتقول مليون ونص، باين حاجة زي كده. وبقى أساتذة الاجتماع يدرسوا الحاجات دي، ده الناس ليه شافت الدكتور مشالي؟ هو طبعا مدهش، لكن أنا أول ما قالوا لي الأرقام ديت فقلت الناس عايزة قدوة، والناس بتعشق الجدعنة، وإن كانت لا تمارسها أحيانا كثيرة، لكن هي بتعشقها. الدكتور ده جدع، اللي أنت عايز تقول راجل جدع، فهو ده راجل جدع. شوف قال لي إيه في آخر التقرير، ودي وقف عندها ناس كتير وأنا اتبسطت جدا. هاتوا اللقطة اللي هي آخر التقرير، الدكتور مشالي قال لي إيه. يا حكمة بتقول لك إيه؟ كل إنسان مهيأ لما خلق له. كل انسان مهيأ لما خلق له. انا اتخلقت للغلابة. الله، هو مقتنع وبيعمل. فده في حاجه ممكن يعني الناس تقول لا، الناس اهتمت جدا، اهتمام الناس او المجموعه اللي شافت، يعني ما اقدرش اقول الناس لان الناس متفرقه، يعني الناس بقت متقطعه كتير، لكن في قطاع تامل الرجل وخد منه اللي انا كنت متمني انه ياخده منه. ايه هو؟ انه راجل جدع عايش عشان يدي اللي حواليه، وهو كويس على فكره، يعني هو مش بيضحي، وما قالش خالص كلمه ان انا بضحي وان انا بعمل وبسوي للناس، تمام، مش دي قضيته. قضيته انه شاف نفسه انه في مهنه يستطيع منها انه يعيش كويس زي ما هو عايش وزي ما هو عايز، وفي نفس الوقت يقدم خدمات للناس بدون اي فزلكه وبدون اي بقى ايه بتسمعوا انتوا بقى الناس تقولوا حاجات ومش عارف ايه. انبسطت في تقرير، في انا قريت شويه حاجات من اللي طبعا اللي اتعملت، ما اقدرش اقرا ده كله، لكن قريت حد بيقول ان انا عيطت كتير وانا بتفرج. على فكره انا كان نفسي اعمل كده، لكن الدموع على الشاشه استنزفت واستهلكت وبقت بايخه. انما انا وانا قاعد قدامه وانا بتفرج على التقرير لما اتذاع، عايز عرفت ليه انت عايز تعيط؟ مع انه ده حاجه حلوه. دي مش دموع فرح، دي دموع حسره. دي دموع الحسره ان احنا ما عندناش كتير من الراجل ده. وكان زمان عندنا منه كتير. كان موجود كتير. هو لو احنا تجولنا في الشارع هنلاقي ناس كتير. بس مش كتير، بس موجودين. ودول اللي اتشرفت انا وزملائي في باب الخلق ان احنا قدمنا منهم نماذج كتير جدا. فدول موجودين لكن مش كتير. لما الناس تحب الجدعنه يبقى انت تحس بقى ايه؟ ان يا عيني هو مش قادر يمارسها، لان لو مارس الجدعنه هيتفرم اكتر ما هو مفروض. فيعني يعني يعني التاثر اللي حصل انا سعيد بيه، واتمنى. وحد قال لي احسن حاجه انت عملتها في حياتك، وانا بقول لكم ناس كتير قالوا، ودوت انا قلته امبارح على فكره،
في نهاية التقرير لما خلصت وكنت جيت على الهوا قلت ان دي اجمل حاجة عملتها. لكن انا جبت شاب هنا اظن كان اسمه ابراهيم او اظن حاجة كده، دكتور عنده 22 سنة في المانيا عامل حاجات مذهلة، او فرنسا، في فرنسا. وجبت سيدة فاضلة عندها 48-70 سنة وخدت درست وخدت دكتوراه عندي نماذج على فكرة هعيدها لكم، عشان احنا سجلنا مع ناس كتير وبياعت طماطم قاعدة بتكافئ وربت عيالها وعلمتهم، واللي معاها لسانس حقوق واللي معاها بكالوريوس تجارة واللي بقى دكتور واللي بقى مهندس واللي بقى واللي بقى واللي بقى. لكن طبعا انا يعني انت بتسأل على الرزق. رزق فلوس يعني؟ لا والله، اهو ده رزقي، ده رزقي اللي بيدولي ربنا. الراجل دوت رزقي، والناس اللي قابلتهم قبل كده في الشوارع وفي الحواري وفي كل حتة وفي المكاتب وفي العيادات وفي المعامل، ده رزقي، ده رزقي اللي ادهولي ربنا سبحانه وتعالى عشان يسعدني ويسعدكم بيه. فده طبعا انا يعني مهما شكرت حضراتكم وشكرت الله سبحانه وتعالى ما مش هينفع، مفيش اي حاجة تجازي دوت. انا بشكركم جدا. وفي ناس طلبت ان احنا ناخد التويتات اللي هي بقى بالالاف تعليقات على الدكتور ونعملها كتاب ونديهوله هدية. ده طبعا ده اقتراح رائع واحنا هننفذه فورا. في ناس طلبت انه يقرن بشكل او باخر من اي جهة مسؤولة في الدولة. يعني هذا رأيكم وانتم مع الدولة والناس بتسمعوا، ده مش شغلي.